بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستئنافا لما كنا قد تناولناه في مجالسنا السابقة حول مقاصد أحكام الأسرة أو أحكام مقاصد الأسرة، فنريد قبل أن ندخل في موضوع اليوم أن نقوم ببعض الاستذكار لما كنا قد أشرنا إليه في مجالسنا السابقة. بداية، كنا قد انطلقنا من القيم العامة التي تنبني عليها أحكام الشريعة، وقررنا ما قرره العلماء رحمهم الله من أن القيم الكبرى للشريعة هي أربعة: العدل والرحمة والحكمة والمصلحة. وعلى أساس هذه القيم الأربعة يمكن أن تصنف ما شاء الله من التصنيفات والتقسيمات التي يمكن أن تسعف في فهم هذه الشريعة وفي فهم المنهج الأصولي وفق العقلية والمنهجية الأصولية التي تعتبر أبدع وأروع ما أنتجه العقل المسلم عبر تاريخ الإنسانية. وبالتالي هذه العقلية أنتجت لنا مجموعة من المناهج ومجموعة من الطرق التي من خلالها يمكننا أن نفهم ماذا يعني أن يكون الاستنباط منضبطاً، ما معنى أن ينضبط الإفتاء لمنهج وقواعد ملزمة للمفتي وللقاضي وللحاكم وللمجتهد بصفة عامة، أيضاً عن طريق منطق الاستقراء الذي هو تتبع الجزئيات من أجل بناء الكليات. تقرر عند العلماء أن مقاصد الشريعة هي ثلاث مراتب، والتي قال عنها الشاطبي رحمه الله: إنها الكلي الذي لا كلي فوقه، بمعنى أن كل أحكام الشريعة ومقاصدها تذهب إلى هذا الكلي وتتفرع منه. وهذه الكليات يأتي في مقدمتها ما سموه بالضروريات، والتي هي عليها قوام الحياة ونظام الحياة. فإذا انخرمت هذه الكليات أو إذا اختلت هذه الكليات اختل معها نظام الحياة، واختل معها نظام الكون، ووقع الإنسان في نقيض كل ما جاء به الشرع والدين فطرة وتشريعا وتنظيما. فبعد أن قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، سيقع الفساد إذا اختلت هذه الضروريات، لأن هذه الضروريات هي الأسس والموازين التي بدونها لا يكون الإنسان إنسانا. بدون هذه الخمس لا يكون الإنسان إنسانا، وأولها الدين، ثم العقل، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. فإذا كانت هذه الضروريات هي قوام الحياة، وإذا اختلت يختل معها نظام الحياة، فإن هناك أيضا مرتبة أخرى قريبة من الضروريات، قريبة من الضروريات، تشترك مع الضروريات في كونها حاجة، والضرورة مرتبة أعلى من الحاجة. بمعنى آخر، أن هذه الحاجيات هي ما بها أيضا قوام حياة الناس، لكن الفرق بينها وبين الضروريات أنها إذا انعدمت أو انخرمت لا يقع الناس في الضيق والحرج، بعكس
عفوا لا يختل نظام الحياة، ولكن يقع الناس في الضيق والحرج بعكس الضروريات. الضروريات إذا اختلت اختل معها النظام، واختل معها أيضا حال الناس، ووقعوا في الضيق والحرج. ثم المرتبة الثالثة هي مرتبة التحسينيات، مرتبة التحسينيات، وهي أيضا مرتبة مكملة لمرتبة الحاجيات، كما أن الحاجيات مكملة لمرتبة الضروريات. بمعنى آخر أن هذه التحسينيات إذا اختلت لا يختل معها النظام، ولا يقع الناس في الضيق والحرج. بمعنى آخر أننا إذا عدمناها في حياتنا لا نحس بذلك النقص الكبير والشديد الذي قد يقع في حال اختلال النظام بصفة عامة. هذه الثلاثة ستجدها مبتوتة في كل تفاصيل الشريعة، في أي باب من أبواب الشريعة ستجد هذه الرتب الثلاثة حاضرة. في كل حكم من أحكام الشريعة تضمن أمراً أو تضمن نهياً ستجد هذه الرتب الثلاثة حاضرة متحكمة في النظر الفقهي وفي النظر الأصولي وفي النظر الإجتهادي. والأكثر من ذلك أنها ليست فقط في أمور الدين، بل حتى في أمور الدنيا. ولذلك بعضهم قد يظن أننا حينما نتحدث عن الضروريات نحن نتحدث عن الدين. في الحقيقة نحن نتحدث عن الدين والدنيا، عن الدنيا والآخرة، لأنه لا انفكاك بين هذين الأمرين في دين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا أردنا أن نقسم هذه الضروريات الخمس تقسيماً آخر سيمكن أن نقسمها إلى قسمين، فنقول مقاصد الدين ومقاصد الدنيا، مقاصد الدين ومقاصد الدنيا. مقاصد الدين هي مرتبة الدين نفسه، هي مرتبة الدين نفسه. هذه المرتبة تستتبع كل المراتب الأخرى. ما معنى تستتبع؟ أنها تستجلب، تستجلب، وكونها تستجلب بمعنى أنها متحكمة فيها، فتستجلب ما يتعلق بالنفس، وتستجلب ما يتعلق بالعقل، وتستجلب ما يتعلق بالعرض، وما يتعلق بالمال. ولذلك هذا يعطيك الجواب لماذا القرآن الكريم والسنة النبوية يعتنيان بهذه التفاصيل، يعتنيان بهذه التفاصيل. حتى أدق تفاصيل الحياة المادية للإنسان ستجد لها أحكاماً في كتاب الله وفي سنة رسوله. لماذا؟ لأن القصد الأكبر هو أن تحفظ الدين، ولكن هذا الحفظ لا يتم إلا من خلال حفظ ما هو أدنى منه. كذلك القصد أن تحفظ هذه الضروريات، ولكن لكي تحفظ هذه الضروريات يجب أن تحافظ على التحسينيات وتحافظ على الحاجيات، لأن الشرع لا تنفك أجزاؤه عن بعضها، كل جزء هو آخذ بيد الجزء الآخر، كل جزء يمهد لما هو بعده، وكل جزء خادم لما هو قبله. إذن فبالتالي حينما نتأمل هذه الأشياء أو هذا القول أو هذا المنطق سنجد أنه يقوم على العدل، سنجد أنه يقوم على العدل. كيف؟ مثلا قد يحدث أن الإنسان تقع له من العوارض في حياته ما يكون فيه مخيرا بين أمرين، ما يكون فيه مخيرا بين أمرين، وهذا الاختيار ليس اختيارا بمعنى لا حرج عليه إن فعل ولا حرج عليه إن لم يفعل، لا، يكون إما أن يفعل فيكون لذلك نتيجة،
وإما ألا يفعل ويكون لذلك نتيجة. الميتة حلال أم حرام؟ حرام، لكن الله سبحانه وتعالى كما حرمها علينا أباحها لنا، كما حرمها أباحها، لكن حرمها في الحالات العادية والظروف الطبيعية التي ليس فيها مخمصة ولا اضطرار لدى الإنسان. إذن ما دمت لست في مخمصة ولست في حالة اضطرار فهذه الميتة حرام عليك قطعاً، وبالتالي إذا أكلتها تكون آثماً لأنك مخالف للنهي، لكن حينما تكون في حال المخمصة وحال الاضطرار وحال الخوف على النفس وليس أمامك إلا هذه الميتة فإنه يتعين عليك بل يتوجب عليك أن تأكل منها، فإن لم تأكل أثمت. شوف العدل، في الحالات الطبيعية إذا أكلت أثمت، وفي الحالات الاستثنائية إذا لم تأكل أثمت. لماذا؟ لأن هذا عدل وهذا عدل، هذا سياق وهذا سياق، هذا سياق في الحالات العادية والظروف الطبيعية، هذا سياق العزيمة، سياق العزيمة، وفي الظروف الاستثنائية هذا سياق الرخصة. ولذلك العزائم أصل للرخص، العزائم كلي والرخص جزئي. ولذلك لما رخص لنا الله سبحانه وتعالى في الإقدام على هو محرم، على ما هو محرم لإنقاذ واحدة من هذه الضروريات الخمس، فإن ذلك لحكمة ولعدل اقتضاه الحكم الإلهي، وبالتالي لا عبث في أحكام الله عز وجل. فإن لم يفهمها عقلك المشكلة في عقلك وليست في أحكام الله، هذا يجب أن نكون مقتنعين به مدافعين عنه إلى ما لا نهاية. أي تعارض بين ما يقع بين ما جاء به النص قرآناً وسنة مع ما يقتضيه العقل من نظر، فالآكد والأثبت أن العقل لم يفهم النص الشرعي. طبعاً لماذا؟ لأن الناس متفاوتون في مستويات فهمهم، ولأن الناس ليسوا على قدر واحد من الكفاءات العقلية، وبالتالي هذا قد يصيب وهذا قد يخطئ، ومن أصاب مرة قد يخطئ مرة أخرى. إذن فبما أن العقل ملازم للإنسان، العقل ملازم للإنسان، ومن خصائص الإنسان النقص، بينما من صفات الله تعالى الكمال، فإذا كان الله تعالى متصفاً بالكمال فكلامه قطعاً وحتماً متصف بالكمال، وبما أن الإنسان متصف بالنقص فمن الطبيعي أن تكون أفعاله وأقواله خاضعة لهذا المنطق أيضاً. إذن فإذا لم تفهم أنت أو امتنع على عقلك أن تفهم فهذه ليست مشكلة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي لا يستطيع البعض أن يفهمه حينما مثلاً يقول الله أن الشرع لم يعدل لما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي يجب أن نساوي. المساواة في هذا السياق هي عين الظلم، أن تساوي بين من فرق بينهما الله سبحانه وتعالى، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب وللنساء نصيب وللرجال عليهن درجة. هذه ليس منطقاً ذكورياً وليس منطقاً للمجتمع الأبوي كما يسمونه، هذا منطق وحكم وقضاء شرعي اقتضته حكمة الله عز وجل. فإذا قررت المساواة فقد نقضت مبدأ العدل. من أين نقضت هذا المبدأ؟ نقضته
من خلال طعنك في عدل الله عز وجل، لأن الذي خلقنا هو الذي قدر لنا هذا. ما ترك الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الأسرية الدقيقة، ما تركها لنظر العباد. ولذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل واقتضته حكمة وفيه رحمة وأوجبته مصلحة. واضح؟ إذن فبالتالي حينما تقرر أنه ينبغي أن تكون المساواة فقد نقضت أصل العدل، لأن المساواة ليس هي العدل، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وفضل بعضكم على بعض في الرزق، ما معنى هذا التفضيل؟ هل هو ظلم؟ لا، ولكن علم الله سبحانه وتعالى سبق فيه أو سبق في علم الله عز وجل أن هذا لا يصلح له إلا الفقر، وأن هذا لا يصلح له إلا الغنى، وأن هذا الذكر له كذا وكذا وكذا وكذا، وأن هذه الأنثى لها كذا وكذا وكذا وكذا. في حين أن نظام الإرث في الإسلام كله يعني لكي نكون حتى مبالغين، كله في مصلحة المرأة وليست في مصلحة الأنثى وليس في مصلحة الذكر. يعني هذا عند التأمل الدقيق في هذه النصوص نجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه الأنثى في عنق هذا الرجل مسؤولا عنها يوم القيامة. وبالتالي العدل اقتضى أن يكون هناك تفاوتا وتفاضلا، والظلم يقتضي أن تقيم بينهما مساواة لأنك تخالف بذلك حكم الله عز وجل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، فإن كان له ولد فلأمه وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له ولد فلأمه، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. بمعنى أن هذا العدل وهذا المنطق الإلهي لا يمكن أبدا أن ينتجه عقل بشري، لا يمكن أن ينتجه عقل بشري. تأملها، يوصيكم، حتى انتقاء اللفظ مهم جدا، لم يقل فرض عليكم، رغم أن المعنى هو نفسه، رغم أن المعنى هو نفسه، ومع ذلك ستأتي فريضة من الله وتأتي وصية من الله لتفهم أن هذا الأمر ليس معنى اختياريا، ليس معنى أوصيك فإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، لأنه في الأخير قال لك فريضة من الله وقال لك وصية من الله، بمعنى أن هذا كلام الله تعالى لا يحمل على كلامنا نحن. ولذلك لما أقول لعله هي رجاء، صح؟ لما يقولك الله تعالى لعلكم تتقون، في السياق الكلام العادي هي رجاء أنك ترجو، لكن في سياق الكلام الإلهي هي على التحقيق والتحقق، هي على التحقيق والتحقق. ولكن لذلك قال علماؤنا إنه لا بد في معاملتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى من ثلاث مراتب، من ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة التحقق، أن تتحقق بالصفات الإلهية. ثم المرتبة الثانية هي مرتبة التعلق، هي مرتبة التعلق، أن تتعلق بهذه الصفات. ثم المرتبة الثالثة هي مرتبة التخلق، أن تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. طبعاً حينما نقول أن تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى أي ما اقتضته أسماؤه وصفاته والأخلاق التي جاءت بها أحكامه. إذن فهذا يعني أن عدل الله سبحانه وتعالى يعني أصل هذه الأشياء، وحكمة الله سبحانه وتعالى أصل هذه الأشياء، ورحمة الله سبحانه وتعالى ذلك الجزء الذي جعل أنزله الله تعالى إلى الأرض من مئة جزء هو أصل هذه الأحكام، وتلك المصلحة التي علل بها كل الشرع، مصلحة العباد. الله تعالى لا يناله شيء مما ينفعنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إذن فهذا يعني
أننا حينما نتحدث عن مثل هذه القضايا في الأسرة، سواء كانت قضايا طلاق أو قضايا زواج أو قضايا إرث أو قضايا قرابة وأرحام، فإن هذه العلاقات منضبطة بقطعيات وتطوعيات. منضبطة بماذا؟ بقطعيات منصوص عليها، وبتطوعيات منصوص على أصلها مسكوت عن تطبيقها، لأنه تركها لك. بر الوالدين ليس له حد، ولكنك مأمور به، وليس له صورة واحدة بل له عدة صور، ولا تقاس صورة على صورة، لأن صورة بر الوالدين هي رزق من الله سبحانه وتعالى. فلا يقص إنسان على إنسان آخر، لا يقول مثلا انظر إلى هذا الإنسان كيف يقبل قدم أمه مثلا، وانظر إلى الآخر لا يفعل ذلك، هذا شيء وهذا شيء، لأن البرورة لم يجعله الله تعالى في صورة واحدة ولم يضيق علينا فيه، فلو جعله في صورة واحدة لأوقعنا في الحرج، مثل ما قلنا سابقا بأن الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. ودائرة المحرمات دائرة ضيقة، ودائرة المباحات دائرة واسعة، فلو وسع الله تعالى دائرة الحرام لضيق علينا ولا أوقعنا في الحرج. لذلك حينما نتحدث عن هذه الأحكام يجب أن نتحدث عنها بيقين تام أنها من مقتضى العدل الإلهي، وأي طعن بشري أو تفسير بشري يخالفها هذه مشكلة الإنسان وليست مشكلة النص. إذن العدل يعتبر عنصراً لا يتجزأ من عملية التطبيق الشرعي والفقهي، لا يمكن الإنسان أن يكون فقيهاً إلا إذا تحرى العدل. وهنا العدل ليس فقط العدل الذي نفهمه في المحاكم أو نفهم، لا، هذا عدل أشمل من كل ذلك. ولذلك قلنا أمس إن العدل هو وضع الشيء المناسب في المكان المناسب بالقدر المناسب في الزمن المناسب، لا إفراط ولا تفريط، إذن أمر وسط، وكما قال العلماء لكل شيء وسطان وطرف، عفوا طرفان وواسطة، لكل شيء طرفان وواسطة، فالطرفان طرف الإفراط والتفريط، والواسطة هي المنحى الأعدل الأوسط الذي هو المحجة التي تركنا عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا العدل يعتبر عنصراً لا يتجزأ من عملية التطبيق الشرعي والفقهي. وهنا دعونا نقرأ نصاً للإمام الشاطبي المالكي رحمه الله، الذي توفي سنة 790 هجرية، يعني نحن الآن نتكلم عن شخص قال كلاماً منذ ما يقارب 700 سنة. قال: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع. قصد الشارع، من الشارع؟ من الشارع؟ الله سبحانه وتعالى. المكلف، العبد، العبد، أن يكون قصده، الضمير هنا يعود على من؟ على أقرب مذكور، من هو؟ ها؟ المكلف. إذن أن يكون قصد من؟ قصد المكلف موافقاً لقصده في التشريع. قصده، الضمير الثاني يعود على من؟ على الشارع. إيش القرينة المفيدة لذلك في الكلام؟ لقصده في التشريع، لقصده في التشريع. وهكذا ينبغي أيضاً أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يفهم وحي الله سبحانه وتعالى من خلال السياق، من خلال السياق، أي من خلال موقع الكلمة في النص، موقع الجملة في النص، موقع الآية في السورة، موقع السورة في القرآن، وكذلك بالنسبة للأحاديث النبوية.
والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، والدليل على أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصد هذا المكلف موافقاً لقصد من؟ لقصد الشارع، لا يخالفه ولا يخرج عنه، لا يخالفه ولا يخرج عنه عمداً. ركزوا، عمداً. ما معنى عمداً؟ أنه قصد المخالفة، لأنه إذا لم يقصد المخالفة هذا خارج دائرة الإثم، إذا لم يقصد المخالفة هذا خارج دائرة الإثم. إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، على الإطلاق والعموم. ما معنى أنها على الإطلاق؟ أنك لن تجد موضعاً من الشريعة ليس فيه هذا القصد، لأنه لو كان موجوداً ما عاد هذا على الإطلاق، واضح؟ ما عاد هذا على الإطلاق، ما عاد مطلقاً، بل صار شيئاً نسبياً، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون في بعض المواضع ولا يكون في مواضع أخرى. والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، أن يجري في ذلك على ذلك في أفعاله. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل يسأله: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحج، فمن أين أحرم؟ مالك في المدينة، فقال: تحرم من ذي الحليف، هي آبار علي الآن، من ذي الحليف. قال: ولكني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: والله إنها لفتنة، والله إنها لفتنة. قال: وما الفتنة في ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: أن ترى أنك أولى بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر فيه، لأن لو كان هذا من 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 الشرع لبلغه لك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي ماذا فعل؟ أحرم من ذي الحليف. ماذا كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم من مسجده؟ ما كان يمنعه شيء، ولكن لتفهم أن هذا مقام الاقتداء وليس مقام النظر. وبالتالي إيش الجواب؟ قال: وأي فتنة إنما هي خطوات أتزيدها أبتغي بها الأجر. هذا لا أجر لك فيه، لأنك أولاً تقصد فيه المشقة التي لم يكلفك الله بها، وينتج عنه المخالفة، أو تنتج عنه المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن فهنا مسألة مخالف للشارع. وبالتالي حينما يكون هذا الأمر ولو بالقصد الحسن واقعاً فهو ليس معتبراً في الشرع، ولذلك قال العلماء: إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً صواباً، إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً صواباً، لا ينفكان عن بعضهما، الإخلاص والصواب، فإذا كان خالصاً غير صواب فهو غير مقبول، وإذا كان صواباً غير خالص فهو غير مقبول. المرائي الذي يرائي في نفقته ويفعل فعلاً صواباً، صح؟ هو ينفق، ولكن نيته الرياء، لا يقبلها الله منه. لماذا نقول لا يقبلها الله منه ولا نقول غير مقبولة؟ لأننا قلنا لا يقبلها الله منه لأن الله تعالى عالم بالقلوب وحكم لنا بأنه لا يقبل العمل الذي فيه رياء، ولكن نحن ليس لدينا الحق في أن نحكم على هذا الإنسان بأنه مرائي، لأنه لا يعلم النيات إلا الله سبحانه وتعالى. فهل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أسامة بن زيد: هل لا شققت عن قلبه؟ إذن فهذا يعني أن فعل الإنسان إذا لم يجري موافقاً على قصد الشارع فإنه في ميزان الشرع صفر، لا ثواب له عليه، بل بالعكس سيكون مأزوراً لأنه لم يتحرى أن يكون عمله هذا موافقاً لقصد الشارع. وأن لا يقصد، كلام الشاطبي نكمله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. لماذا؟ لأن الشارع له قصد، صح؟
له غاية. أنت في حياتك العادية كل هدف تضعه لنفسك لا بد أن توفر له ماذا؟ الوسائل. توفر له الوسائل. ما يمكنش أبدا أنك تحقق غرضا أو غاية أو مقصدا وأنت لم توفر له وسائله. لذلك عندنا في 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 الدرس الفقهي والأصولي ارتبطت الأحكام بالمقاصد وارتبطت الوسائل كذلك بالمقاصد، وجعلت هذه الأحكام وسائل إلى المقاصد. ولذلك قلنا في مجلس سابق إن العلماء قالوا إن الشريعة مقاصد تنطوي على أحكام وأحكام تنطوي على مقاصد. يعني أحياناً تكون هذه الأحكام هي عينها المقاصد، وأحياناً تكون هذه المقاصد هي عينها الأحكام، لكن العلاقة بين الأحكام هي علاقة مقاصد ووسائل. وبالتالي فالأحكام وسائل تحقيق المقاصد التي تجسدها المصالح، هي وسائل تحقيق المقاصد التي تجسدها المصالح. مصالح من؟ مصالح الإنسان. وقلنا سابقا بأن الشريعة معللة بماذا؟ بمصالح الخلق في الدارين، في العاجل والآجل. ما من حكم أو ما من أمر إلا وهو يجلب مصلحة، وما من نهي إلا وهو يدرأ مفسدة. فإذا نهانا الله سبحانه وتعالى في العلاقات الأسرية عن نواهي فهي هذه النواهي يعني أنه لا مصلحة فيه، وبالتالي فهي مفسدة. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذه المنهيات في العلاقات الأسرية لأنه رأى نظراً خلاف ذلك. ولذلك مثلاً تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. يعني أبوها زوجها، هذا منطقنا الاجتماعي احنا، صح أن الأب هو الذي يزوج ابنته وقد يزوجها بغير إذنها، لكن هذا كان في الزمن الذي كان قبل الإسلام. لكن حينما جاء الإسلام ماذا قرر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر. البكر تستأذن، التي لم يسبق لها الزواج يؤخذ إذنها، والتي سبق لها الزواج تستأمر لأن أمرها بيدها. ما معنى هنا تستأمر؟ أنها لا تقوم لتزوج نفسها بنفسها، ولكن أنها إذا قالت نعم نعم وإذا قالت لا لا. فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال إن شئت بقيت وإن شئت طلقتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يطلقها بصفته نبيا، لكن سيطلقها بصفته قاضيا، لأنها جاءت محتكمة إليه. والمسألة واضحة، ما تستدعي أن يستدعي الطرف الآخر. قال إن شئت طلقتك، إن شئت بقيت وإن شئت طلقتك. فقالت المرأة مؤدبة وعلى وعي عال جدا، فقالت يا رسول الله إني قد أجزت ما صنع أبي، غير أني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمرهن شيء. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى الولاية في هذا الزواج لم يعطيها لك لتتسلط بها على الرقاب، على رقاب أولادك وعلى رقاب بناتك. فنحن نفهم هذا الأمر فهما خاطئا، وهذا هذا دليلنا. وبالتالي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لهذه المرأة، يعني البعض يقول إذن ستنفلت بناتنا. لو ضبطت الأمر من الأول لن تنفلت بناتك، لو أعطيت كل ذي حق حقه لن تنفلت بناتك، لأنه لو كان الأمر كذلك لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعصين أباك وهو لم يأمرك إلا في بمعروف. ماذا فعل بك؟ هل ألقى بك إلى الحرام؟ لا، إنما وضعك في عصمة رجل. لكن مع ذلك قال إن شئت بقيت وإن شئت طلقتك. قالت قد أجزت ما صنع أبي، غير أني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمرهن شيء.
لأنه هي عندها فهم تام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن والأيم تستأمر. هذا فهم صحيح، بينما أبوها لم يكن عنده هذا الفهم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتكمة إليه ليصحح النبي صلى الله عليه وسلم بصفته القضائية، يصحح هذا المسار، يصحح هذا الفهم، يصحح هذا الطريق. هي ولذلك ماذا؟ فانكحوهن بإذن أهلهن. ليش؟ لكي لا يكون كذلك انفلات، لكي لا يكون هناك ضياع للمجتمع بتصرفات لا معنى لها ولا ميزان لها في الشرع. وبالتالي إذا كانت هذه المقاصد تجسدها المصالح، فهذا يعني أن المقاصد هي عين مصالح الخلق، هي عين مصالح الإنسان. الله تعالى ما يريد بنا إلا الخير، ما يريد بنا. ولذلك أحيانا الله سبحانه وتعالى نهانا عن المخالفة نهيا شديدا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إيش؟ ما لك خيارك، ما لك. ولكن في بعض السياقات وليس في كل السياقات. إذن فبالتالي هذا العدل يضعنا في مكان خطير جدا، في مكان خطير جدا، لأن العدل الذي نتحدث عنه هنا في الشرع معناه أنك محمي بالذمة الإلهية والذمة المحمدية. واضح أن الأمر والنهي الذي جاء في القرآن أو في السنة جاء محافظا على عدل مناسب لمقام الذمة الإلهية ولمقام ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في علاقتنا مع غير المسلمين الذين في مجتمعاتنا: من آذى ذميا فقد آذاني، من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. لماذا؟ لأن له ذمة، فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن يغفر ذمة الله وذمة رسوله فهذا مقام خطير جدا. لذلك هذه الذمة الإلهية والذمة النبوية توجب على الإنسان أن يفهم أن حقوق الآخرين ليست مجرد تفضل منه، ليس التزاما منه يتبرع به على الآخر، لا، هذه حقوق أوجبها الله عليك تعطيها للناس، لأنها حقوق أصلية لهم وليست منة منك، حتى لو كانوا أولادك، حتى لو كانت زوجتك، حتى لو كانت ماشيتك، ليس لك فيها السلطان المطلق، إنما أنت مسترعى فيها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد لا يقبل هذا الكلام في بعض البيئات، لماذا؟ لأنهم لا يتصورون أن يكون هناك هذا النوع من الحرية التي تعطى للإنسان حرية دينية. وحينما أتحدث عن الحرية الدينية أتحدث عنها بمفهومها العام وليس بمفهومها الخاص. وماذا أقصد بها؟ أقصد أن الدين أعطى الإنسان حريته في تصرفاته وجعله مسؤولا عنها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا ليست مسألة الاختيار خلاص تروح، لا، إذا آمنت شيء هذا طريق، وإذا كفرت هذا طريق، ولكنك أنت المسؤول، أمرك بالأول ونهاك عن الثاني، فلا تأتي يوم القيامة وتقول هذا ما كتب الله علي. لا، الله تعالى لم يقض بذلك، ولكنه سبق في علمه أنك تكون كذا وتكون كذا. إذن هذه الحقوق الحفاظ عليها ليست مجرد التزام إنساني. ليش؟ لأنه لو تركها الله سبحانه وتعالى التزاما إنسانيا أو تفضلا إنسانيا سأنتزعه منك وقتما أردت وأعطيه لك وقتما
أردت، واضح؟ لكن حينما يكون هذا الحق مصدره الله سبحانه وتعالى لا اختيار لك إلا أن تعطي الحق بحقه بالعدل. وبالتالي يمكن أن تمنع إنسانا من حق الله ويكون ذلك عين العدل. كيف يكون هذا؟ هو أنك تقيد حقه في هذا التصرف. إذن هذه المرأة حينما جعل عليها ولي لم يجعل عليها هذا الولي لأنها قاصرة أو ناقصة أهلية أو أنها غير ذلك، لا، جعل عليها هذا الولي حفاظا عليها هي. ولذلك أمس لما ذكرنا قضية الولاية وقلنا إن الأحناف، سادتنا الأحناف رضي الله عنهم، قالوا إن الولاية شرط صحة وليس شرط تمام. لكن ما أكملنا، فهم قالوا في كتبهم غير أنه يستحب لها أن تجعل لنفسها وليا صيانة لنفسها من الابتذال والامتهان. لأن هذا هنا يحدد لنا لماذا كانت هذه الولاية، هي بمثابة الحصن الذي تتحصن به هذه المرأة، بمثابة الحصن الذي يتحصن به هذه الابنة أو هذه الأخت. إذن هذا فيما يتعلق بأي قيمة؟ قيمة العدل، قيمة العدل. الآن ننتقل إلى قيمة الرحمة التي هي الشريعة رحمة كلها. طيب، هذه الرحمة من أين جاءت؟ الرحمة هل هي مجرد سلوك فطري يسلكه الإنسان؟ لا، الرحمة جاءت زرعاً إلهياً في الإنسان، هي جزء من الرحمة الإلهية العامة. إن الله جعل الرحمة 100 جزء فاستأثر لنفسه 99 جزءا وأنزل جزءا إلى الأرض فبه تتراحم الخلائق. لذلك حينما تتصف بصفة الرحمة فهذا يعني مقام التعلق، يعني مقام التعلق، لأن أول ما تبدأ به كلامك أو فعلك أو حياتك أو يومك أو عملك أو حتى لذاتك تبدأها بسم الله، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعلقاً أن يجعل الله تعالى في هذا الفعل رحمة. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال الرحمة هي التعلق، ولنركز في هذا الكلام لأنه كلام جميل جداً. والرحمة هي التعلق، تعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. والسبب الذي بين الله وبين عباده، والسبب الذي بين الله وبين عباده، كما هو نفس السبب الذي بينك وبين أبيك وبينك وبين أمك وبينك وبين ابنك وبينك وبين ابنتك. فالتأليه منهم له، هم يؤلهونه أي يجعلونه إلها، يتخذونه إلها. والربوبية منه لهم، شوف المعنى، فالتأليه منهم له والربوبية منه لهم. معنى هذا الكلام أنهم في حاجة إلى الإله فتتعلق قلوبهم بالأعلى، وفي حاجة إليه لأن يرعاهم، فلذلك كان ربهم، فجمع لنفسه بين الألوهية وبين الربوبية. ولذلك حينما جعلني أنا رب بيت أعطاني هذه الصفة، أشركني في صفة من صفاته، لكنه لم يجعل لي صفة الألوهية، لم يأذن لي في أن أشاركه فيها. إذن فالتأليه منهم له، والربوبية أي الرعاية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده. والرحمة
سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل الله رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. فبينهم وبينه سبب العبودية، ولذلك لا بد أن تقول لا إله إلا الله، لا بد، ولا بد أن تقر بأنه لا معبود بحق إلا الله، وفي نفس الوقت تقر بأنك مربوب من الله سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من إيش؟ من دابة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ما ترك لو يؤاخذهم بظلمهم؟ لو أنه لا يرحمهم، لو أنه لا ينسئهم لكي يتوبوا، ما ترك على ظهرها من دابة، معنى يهلك الجميع. ولذلك فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب إيش؟ الرحمة. ولذلك لما كان الله تعالى رحيما جعل تلك الرحمة خاصية في شريعته، وخاصية في أنبيائه، وأخص الخصوصية في محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كل شريعة الإسلام رحمة، حتى ما يظهر فيها من الشدة وما يظهر فيها من الغلظة كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرحمة مرتبطة بأحكامه لتحقيق مقاصده. ولذلك لماذا قال الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة؟ لماذا؟ لماذا ذكر الرحمة هنا؟ لماذا لم يذكر الرحمة في الأزواج الثانية، وإنما جعلها بين الزوجين؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، قال العلماء إنما كان ذلك الربط لأنه إذا ذهبت المودة بقيت الرحمة، إذا ذهبت المودة بقيت الرحمة. وعاشروهن بمعروف، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم الله سبحانه وتعالى لما جعل هذه الرحمة جعلها مرتبطة أيضا بانفصام العلاقة الزوجية، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن هذا الإمساك على أساس المودة والرحمة، وهذا التسريح على أساس المودة والرحمة كذلك. وبالتالي قد تذهب المودة لأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن هذا لا يمنع أن تظل الرحمة بين هذين الزوجين، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن هذا الفضل هو استحضار لتلك الرحمة. ولذلك هذه الرحمة صفة في الإسلام لا تتجلى فقط في الإنسان الواحد، بل تتجلى في كل المخلوقات. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي سقتها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض، لم ترحمها، فمنعت رحمة الله عن هذا المخلوق، فمنع الله تعالى رحمته عنها. فإذا كان هذا بالحيوان فأخوك الذي هو نظير لك في الخلق وأخ لك في الدين الأوجب عليك أن تعامله بمثل ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالتك ودعوتك وشريعتك وأمتك وأنت نفسك رحمة
العالمين. ولذلك يقول العلماء في هذا المعنى: إن الله تعالى زين محمداً صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، زين محمداً صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إيش؟ إنما أنا رحمة مهداة، لأن الله تعالى زينه بهذه الرحمة. ولذلك زين الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، رحمة على الخلق. أمر غريب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما نحن نقرأ في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل، صح؟ والرجل الذي يقاتل المفروض فيه أنه إما أن يقتل وإما أن يقتل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب في معارك، هذا واضح جدا، لكن وهذا أريد أن نلتفت إليه، عدد الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده في المعارك لا يتجاوز شخصا واحدا ولم يموت مباشرة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الصحابة: فلم يرى يومئذ أحد أشد بأسا منه، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ومع ذلك لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فلانا أو أنه، ليش؟ رحمة. تعرفون لماذا؟ لأنه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي، أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي. فمن باب الرحمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل عدواً في معركة. طبعاً هذه معركة، ولكن هذا أمر زائد خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلها الله في، وإلا فالقتال عدل، إما قاتل أو مقتول، ولكن قتال الإسلام إنما هو قتال حرب عادلة وليس حربا جائرة. فإن الله زين محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وموتي خير لكم لو تعلموا. وهذا من باب الرحمة. إذن هذه الرحمة لماذا ارتبطت بشرع الله؟ لماذا ارتبطت بأحكام الله؟ ولماذا ارتبطت أخص ما ترتبط بالعلاقات الأسرية؟ لأن النفوس بطبيعة الحال ميالة إلى الفطرة، والغلظة والشدة والقسوة فيها وعدم الرحمة أمر استثنائي وليس أصلاً، وبالتالي من غلبت شدته وقسوته وغلظته على رحمته فهذا خارج عن الأصل العام، لأن الأصل في الإنسان الرحمة، لأنه روح من روح الله، والله تعالى قال عن نفسه: ورحمتي سبقت غضبي. بمعنى آخر أن الله تعالى لا يعاقب من أجل العقاب، ولكن يعاقب لغايات ومقاصد. إذن هذه الرحمة تقتضي أن الإنسان يسعى إلى أن يكون هناك شفقة ويسر في كل عمله بميل نفسي. ولذلك لماذا نجد في ديننا مشاق كثيرة، وهي في حكم المشاق مشاق،
لكنها داخلة في مقدور الإنسان، داخلة في مقدور الإنسان، لأنه يستحيل أن يكلف الله عباده بما لا يطاق، يستحيل أن يكلف الله عباده بما لا يطاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نأخذ من الأعمال بما نطيق. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا من باب الإشفاق ومن باب الرحمة. لذلك الشرائع السابقة اختلطت فيها الرحمة بالشدة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا في سورة البقرة. إذن هذه رحمة بالتوبة، ولكن في نفس الوقت شدة في العقوبة. لماذا؟ لأن هذه الشرائع السابقة اختلطت فيها الرحمة بالشدة، لكن تمحضت الرحمة في الشريعة المحمدية وفي الأمة المتبعة للرسالة المحمدية وفي النبي الذي جاء بهذه الرسالة. لماذا؟ لأنه كما اقتضت حكمة الله تعالى في سالف الأزمنة أن تختلط الرحمة بالشدة، اقتضت كذلك في هذا الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أمته، أن تتمحض شريعته فتكون رحمة. ولذلك قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إصرهم أي ما كانوا يحملون من تكاليف وإلى غير ذلك من الأشياء الأخرى. ولذلك الإسلام نسخ كثيرا من الأحكام التي كانت في الشرائع الأخرى رحمة، وكثير من أحكام الإسلام نفسه نسخت رحمة. فهذا يعني أن هذه الرحمة صفة مقارنة ليش؟ لأحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: مما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع. أنت تخرج صباحا لتتعب لتشقى لتأتي لأولادك بما يتقوتون به وينمون، رحمة، لأنك تستوعب أن هذا من باب الرحمة بهم، وأنك إذا لم تسع لهم ليس هناك من يسعى لهم. طبعا رزقهم بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت المكلف بهم وأنت المسؤول عنهم. أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو شر لكم. إذن وهو شر، ترونه شرا، أنتم ترونه شرا، ولكنه ليس في الحقيقة شر. إذن فما قد تحبه ليس بالضرورة أن يكون فيه منفعة، وما تكرهه ليس بالضرورة أن يكون فيه مفسدة، إنما معيار المصلحة والمفسدة ما أقره الله سبحانه وتعالى. وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية، فأرحم الناس بك من شق عليك، أرحم الناس بك من شق عليك. ليش؟ ليوصلك إلى مصلحتك. ولذلك كثيرا ما قال العلماء: إنما منعك ليعطيك. فلربما كان العطاء عين الحرمان، ولربما كان الحرمان عين العطاء بميزان عقلك. هذا كلام متناقض، صح؟ كيف يكون الحرمان عطاء وكيف يكون العطاء حرمانا؟ لأن العطاء إذا كان حرمانا سيكون من باب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا
يعلمون وأملي لهم. والحرمان قد يكون عين العطاء، لأن الله تعالى لو علم في ذلك خيرا لآتاك به فورا، ولو علم أن فيه خيرا فورا لآتاك به، لكن لما علم أنه من أن فيه منفعة عاجلة أكبر من المنفعة العاجلة أخره لك، ولربما لم يعطيك شيئا من ذلك لما هو أعظم في الآخرة. ولذلك ليست هذه الأمور تخضع لمقاييسنا البشرية ومقاييسنا الإنسانية. إذن الرحمة متممة ليش؟ للعدل. إذن إذا كانت الرحمة مرتبطة بالعدل فإن هذا لا ينبغي أن يكون إلا منتجا لصفة أخرى التي هي صفة الحكمة. صفة الحكمة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. لا يهم أن تجهلها، إذا فوضت أمرك فيها لله سبحانه وتعالى لا يهم ما هي، ما دام يقينك في أن الله سبحانه وتعالى أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، لأن الله يعلم ما فيه خيرك وأنت بشر قد تخطئ وقد تصيب. إذن فالحكمة اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير. هذا هو تعريفه للحكمة، هي اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير. ألا يذكرنا هذا بكلام ابن عاشور لما قال قصد الشارع استدامة صلاح النظام باستدامة صلاح المهيمن عليه؟ إذن لماذا يربط النظام بالمهيمن عليه الذي هو الإنسان؟ لحكمة. لماذا يوكل جزءا من حفظ هذا النظام لهذا الإنسان، لهذا المأمور الذي قد يطيع وقد لا يطيع؟ لحكمة. لماذا خير الإنسان بين الكفر والإيمان؟ لحكمة. لكنه لم يخيره بين الغنى والفقر، أيضا كذلك لحكمة. لماذا أمرك هنا ونهاك هناك؟ لحكمة. إذن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى نظم كل أمور حياتنا، حتى تلك الحياة التي نقول عنها إنها حياة خاصة لا يطلع عليها الناس. أنت واجب عليك أن تراعي الله سبحانه وتعالى فيها وأن تراقب الله سبحانه وتعالى فيها، لأنها حقوق ملزمة لك، حقوق متعلقة برقبتك وأنت محاسب عليها. إذن فإذا كان الحكيم في عمله وعلمه وكلامه يريد أن يصلح ويستديم الصلاح وهو إنسان، فالحكيم الأكبر الذي هو الله عز وجل أولى بهذا الوصف أو أولى بهذا المعنى. ولذلك كثيراً ما وصف الله تعالى نفسه بالحكيم، وكثيراً ما وصف الله نفسه بالرحيم، وكثيراً ما وصف الله تعالى نفسه بأنه العدل، سواء في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الآيات وهذه النصوص التي تأتي مثبتة للحكمة وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، والعلاقات الأسرية هي بحسب الفرد الذي تتعامل معه، فهناك العلاقة الأسرية المبنية على الزوجية، وهناك العلاقة الأسرية المبنية على القرابة، ولكل واحدة منهما أحكامها ودائرتها الخاصة، لكنها أيضاً رغم أنها دائرة خاصة تتقاطع مع الدائرة الأخرى في بعض الأحكام التي تجمع بين ما هو ثابت بالزوجية وبين ما هو ثابت
القرابة. ولذلك هذه التشريعات الخاصة والمقاصد الخاصة بالنكاح وبالطلاق وبالإرث كلها هدفها شيء واحد، التزكية والتطهير. التزكية والتطهير حكمة. تعالوا نشوفوا مع نص أو قصة للنبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا سعد بن معاذ لكي نعلم معنى هذه الحكمة. لكن قبل أن نتحدث عن هذه القصة، كل واحد يملك مالا يعتبر نفسه سلطانا فيه، لا قيد ولا شرط فيه عليه، صح؟ يقول لك هذا مالي وأنا حر فيه، لكن حريتك هنا ليست حرية مطلقة. لماذا؟ لأن هذا المال ليس حقا خالصا لك وإن ملكته، ليس حقا خالصا لك وإن ملكته. لماذا؟ لأن الأصل فيه أنه مال الله عز وجل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الأصل فيه أنه مال الله عز وجل، فجعل لك فيه شيء، أشركك في ملكه، وبالتالي لما أشركك في ملكه لم يعطك فيه السلطان المطلق، ولذلك لست حرا في أن تفعل في مالك ما تريد، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني في قصة النبي شعيب، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لا، ليس لك الحق في أن تفعل في مالك ما، حتى ولو كان من باب البر، حتى ولو كان من باب البر، ما دام هذا الأمر سينعكس على هاته العلاقات الأسرية والعلاقات الإنسانية المؤطرة بمقاصد الشريعة. روى سيدنا مالك رضي الله عنه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، يعني جاءه وهو مريض يزوره، من وجع اشتد بي، يعني اشتد به فطال حتى خشي على نفسه الموت، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال. لاحظ، شوف العبارة، وأنا ذو مال، أنا أظن يعني أنا مالك لمالي، ولا يرثني إلا ابنة لي. شوف النظرة، إذن هذه ابنة، ونعرف نحن النظرة التي كانت سائدة في ذلك الوقت في العهد القريب مما قبل الإسلام، فالعقليات لم تتغير بعد بالشكل الكافي، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصلح تلك العقليات، ولا يرثني إلا ابنة لي. هل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان وهو أحد العشر المبشرين بالجنة كان ينظر هذه النظرة الانتقاصية؟ لا لا، لكن غيره قد ينظر إليها، ولكنه مستحضر للنصوص: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف. إذن فهو يعلم بأن هذه الابنة لن ترث إلا نصف ماله، والباقي سيذهب إلى عصبته، وهو يريد أن يكون هذا المال خيرا ومنفعة له في الآخرة. أفأتصدق بثلثي مالي، يعني سأخرج من الثلثين وأدع لها الثلث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: الشطر، أي النصف. قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني أنك مع ذلك قد بالغت. إنك إن تذر، أي تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، حتى ما تجعل في امرأتك، أي اللقمة تضعها إلى في فم زوجك، هذه فيها صدقة،
وفي الحديث الآخر حتى النطفة تضعها في رحم زوجتك صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إن وضعها في حلال. هذا الحديث يعني نقرأه كثيرا ونسمعه كثيرا ويدرس كثيرا، لكن نريد أن نقرأه أو أن نفهمه بلغة العلماء وليست بلغة الأساتذة والمثقفين. اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن عاشور رحمه الله. قال لأن مقصد الشرع من الإنفاق إقامة مصالح ضعفاء المسلمين، ولا يحصل منه مقدار له بال إلا بتعميمه ودوامه لتستمر منه مقادير مماثلة في سائر الأوقات، أي ليظل دائما ينمو وينمو وينمو ليستفيد منه الذي يأتي اليوم ويأتي غدا ويأتي بعد غد. وإنما يحصل التعميم والدوام بالإنفاق، يعني إذا لم تنفقه لن ينمو. ولذلك قال النبي اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فحينئذ وإنما يحصل التعميم والدوام بالإنفاق من الفاضل عن حاجات المنفقين، أي ما زاد عن حاجتك. من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل طعام يعني حتى توفر لنفسك ولأهلك حاجتك أو حاجتهم، بعد ذلك تصدق بما هو فضل. فحينئذ لا يشق عليهم، فلا يتركه واحد منهم ولا يخلون به في وقت من أوقاتهم. وهذا واضح في القرآن. ولا يسألكم أموالكم، إيش قال بعدها؟ إن يسألكموها إيش؟ فيحفكم. إيش بعدها؟ تبخلوا. ما شاء الله تبخلوا. لماذا؟ يحفكم معنى يلح عليكم، وهو يسألكم أموالكم، ما قال بعض أموالكم. فلو سألكم كل أموالكم ستبخلون، لأنه سيكون ذلك أمرا لا يجوز لكم فيه المخالفة فتبخلوا. ولذلك لما كان هذا الأمر أمرا متعلقا بالنفس الإنسانية خاطبها الله تعالى بما تقبله، أي بالفضل من مالك، أي بما زاد على ضرورياتك وحاجياتك. وبالتالي إذا اقتنعت بهذا سيكون من السهل عليك أن تنفق، من السهل عليك أن تنفق. لذلك لماذا ذم الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما؟ لماذا؟ لأن القصد ليس أن يتعلق القلب بالمال، وإنما القصد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ولذلك قال وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادي عمراني، أي دوران المال. فإن البداءة أي البدء بمن يعول ضرب من الإنفاق، وابدأ بمن تعول أي الذين هم على مسؤوليتك، لا تترك الفرض وتذهب إلى النافلة، لا، أدي الفرض أولا ثم ابحث عن النافلة، لأنه إن تركهم في خصاصة احتاجوا إلى الأخذ من أموال الفقراء، بمعنى سيأخذون الحرام فتكون أنت مسؤولا عن ذلك. وفي الحديث إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم بالسؤال. فتبين كما يقول ابن عاشور، فتبين أن المنفق بإنفاقه على من ينفق عليه يخفف عن الفقراء بتقليل عدد الداخلين فيهم. حكمة، لماذا أنا ملزم بأن أنفق على أولادي؟ لماذا أنا ملزم بأن أنفق على زوجتي؟ لماذا أنا ملزم بأن أنفق على أبي وأمي؟ إلزاماً، ما في كلام، ما في كلام. لماذا أنا ملزم
بالإنفاق على أختي التي لا عائلة لها غيري؟ لماذا أنا ملزم بالإنفاق على خالتي وعمتي؟ لم يجعلني الله ملزما بأن أنفق على ابن عمي أو على ابن خالي أو على حتى أخي، لكن ترك باب الإحسان إليهم، لكن هذه الفئة جعلها ملزمة، الإنفاق عليها ملزم ومحاسب عليه. ولذلك من حق الوالدين أن يرفع أمرهما إلى القضاء إن كف الابن كيسه عنهم، من حقهما. ومن حق الأولاد أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء إن كف أبوهم نفقته، ومن حق الزوجة أن ترفع أمرها إلى القضاء إن كف الزوج نفقته. لماذا؟ لأن هذا الإنفاق ليس تفضلاً منه بل وجوب، لكن قيده الله تعالى بالمعروف وبالسعة وبالإمكان بقدر استطاعة هذا الأب أو هذا الزوج. ولكن حتى لو كان ذلك على الحد الأدنى من الاستطاعة لم يسقط فيه الفرض، لم يسقط فيه الفرض، إنما وجب أن يتحقق به ما تسد به الحاجة وتتحقق به الحياة. إذن هذا الحديث وهذا التفسير يجعلنا نفهم أن الحكمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بأوامر الله ونواهيه. فإذا كان العدل هو عين الأحكام، أو إذا كانت الأحكام هي عين العدل، وكانت الأحكام هي عين الرحمة، فإن كذلك هذه الأحكام هي عين الحكمة. ونحن قررنا قبل قليل أنه إذا كانت أفعال العقلاء وأقوالهم وتصرفاتهم منزهة عن العبث فإن هذا الأولى به الله سبحانه وتعالى، والأولى به شريعة الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يمكن أبداً أن ننظر إلى أحكام شريعتنا على أنها جاءت لتحرمنا أموالنا أو لأن تضيق علينا لذاتنا أو أن تضيق علينا متعنا، إنما جاءت لتقول افعل ما شئت ولكن هنا في هذا الإطار وليس هنا، لأنك إذا فعلت هنا هذه المصلحة المتمحضة قطعا أنت مأجور عليها، وإذا فعلته هنا رغم أنك تتحقق لك فيه مصلحة لكنها مصلحة وهمية لا قيمة لها في الشرع، ولذلك أنت آثم بخصوصها. لذلك في الدرس في البحث الأصولي أو في الدرس الأصولي سنجد أن العلماء ما تكلموش على التعليل بالعدل، تعليل الأحكام بالعدل لم يتكلموا عنه، وإن كان تكلموا عنه ضمن القيم، ولم يتكلموا عن التعليل بالرحمة، ولكن تكلموا عن التعليل بأمرين، بالحكمة والمصلحة، بالحكمة والمصلحة. فكأن الرحمة العدل والرحمة هما الأصلان العظيمان اللذين يتفرع عنهما إيش؟ الحكمة والمصلحة. ولذلك عللت أحكام الله وشريعته بمصلحة الإنسان، وأن الله تعالى لا يفعل شيئاً إلا لحكمة رآها سبحانه وتعالى وقضى أن فيها مصلحة لهذا الخلق. طيب لماذا الحكمة في هذه المرتبة؟ لماذا نربط بين العدل وبين الرحمة وبين الحكمة وبين المصلحة؟ لأن الحكمة دورها يكون عندما لا نجد حكما منصوصا عليه في القرآن وفي السنة، فهم؟ معنى قضية معينة لا نجد لها حكما في الكتاب والسنة، ليس منصوصا عليها بعينها، لا نجد لها حكما في الكتاب والسنة. إذن فمقتضيات هذه الحكمة أن نبحث عن هذا الحكم حتى ولو لم يكن منصوصا عليه. لذلك لماذا كان القياس مباحا ولماذا كان الإجماع مباحا؟ من باب الحكمة،
ليقول الله سبحانه وتعالى للإنسان ليس ضروريا أن أنص لك على كل حكم فيه مصلحتك، وليس ضروريا أن أنهاك على كل فعل فيه مفسدة، بل أنا سأحدد لك الموازين التي تزين بها أعمالك فتعرف منها ما هو مصلحة وما هو مفسدة. ولذلك قال الإمام الجويني رحمه الله، قال إنه ليس يمتنع أن يكون في شرع الله سبحانه وتعالى نازلة ليس فيها حكم، ولكن ليس فيها حكم بالنص، بأن يذكرها الله سبحانه وتعالى أو أن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الحكمة كذلك أن يدع للعقل الإنساني تلك المساحة التي يتحرك فيها من أجل أن يبني على ما جاء منصوصا في الكتاب والسنة. لذلك ليش قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وليش قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. إذن اليوم كان حديثنا تذكيرا بالعدل وتذكيرا بالرحمة وتركيزا على الحكمة. ما بقي إن شاء الله سيكون نبدأ فيه بالحديث عن المصلحة، ثم بعد ذلك نبدأ أو نتناول فيه ما يتعلق بكيف ننظر، أو ما هو المنهج، أو ما هي المؤطرات التي تؤطر النظر الفقهي عموما والنظر الفقهي في أحكام الأسرة على وجه الخصوص، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الضوابط التي تتحقق بها هذه الأحكام، لنختم بأن أحكام الأسرة تنطلق وتبدأ لتعود إلى قوله تعالى وتواصوا بالمرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.